بجبل الشعامبي عقد أعوان وإطارات هذه المنشأة الخدماتية الاستراتيجية اجتماعا لتدارس سبل توفير النواحي الحمائية الأمنية لهذا المقر. حتى إجراء حمايتنا لحد الآن بعث وتعزيز صحيح، أما لكن احنا مش محميين. نتفهموا أكثر الخوف نتاعهم، نتفهموا أكثر الظروف اللي يعيشوا فيها زملائنا لهنا، وإن شاء الله نحن نكونوا قد المسؤولية باش نوفروا لهم الحماية اللازمة ونوفروا لهم الظروف الباهية اللي باش يخدموا فيها هما مطمئنين وعائلتهم مطمئنة عليهم زادة. حادثة إرهابية وصفت بالخطيرة بجبل الشعامبي تفتح روافد لمعالجة أمنية شاملة وإنمائية ذات أبعاد استراتيجية لمحيط هذه المناطق الجبلية والبحث في مجالات أعمارها وتوظيفها وتثمينها مستقبلا، حتى لا تتحول مثل هذه المناطق الحدودية إلى ملاذ آمن لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة. وقد أكد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي خلال زيارة تفقد لمركز القيادة المتقدمة قرب جبل الشعامبي وقوف كل التونسيين وراء قوات الأمن والجيش الوطنيين، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابيين بالقول إن تونس ستبقى عصية عليهم وبأنهم لن يمروا. وكان رئيس الجمهورية المؤقت مرفوقا بوزيري الداخلية والدفاع ورئيس أركان الجيوش الثلاثة. رئيس الجمهورية المؤقت الذي كان مرفوقا بوزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيوش الثلاثة لم يفوت هذه الفرصة ليؤكد على وقوف كل التونسيين وراء قوة الأمن والجيش، موجها رسالة شديدة اللهجة للإرهابيين. أقول للإرهابيين خسرتم يا مجرمون، لن تمروا لن تمروا لن تمروا أبدا. وأقول بالأساس لكل الشباب الذي يغرر به، إياكم وإياكم من هذا الطريق، فهو طريق مسدود. هذا بلد الاعتدال، هذا بلد الديمقراطية، هذا بلد الحرية، هذا بلد الإسلام المعتدل، لن نكون أبدا إمارة لأي بلد. رئيس الجمهورية المؤقت أكد كذلك على مدنية الدولة التونسية ووسطيتها بعيدا عن كل غلو وعلى إسلامها المعتدل منذ قرون. لن نرضى أبدا بأن يأتينا من الخارج من يريد تعليمنا الإسلام، نحن من نعلمهم الإسلام، ليس لأي دعاة من الخارج أن يأتوا ليعلمونا كيف نكون مسلمون. نحن مسلمون قبل أن يكونوا هم مسلمون، ونحن نعلمهم الإسلام، الإسلام المعتدل، الإسلام الراقي، الإسلام الحضاري. وقد اطلع رئيس الجمهورية على حقيقة الأوضاع التي تعمل فيها قوات الجيش والأمن الوطنيين وحاول الاستماع إلى مشاغل بعضهم. طبيعة الميدان صعيبة وإحنا موجودين معنا على ليل النهار موجودين معنا. صعيبة شوية الجيران صعب ونقص في التجهيزات. زيارة تأتي في إطار شد أزر القوات العسكرية والأمنية في تعقبها للمجموعة الإرهابية في مرتفعات شعامبي ومواساتهم بعد الإصابات التي لحقت بعضهم. وخلال زيارة التفقد للقوات العسكرية في جبل الشعامبي أكد رئيس أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار أن واجب الجيش التونسي هو حماية تونس وخاصة في هذه الفترة من تاريخها، وشدد على أن الهدف هو الحد من خطر الإرهاب والمضي في تأمين البلاد لتحقيق الانتقال الديمقراطي. نحبكم تكونوا مرتاحين، فهمت ولا بالكم مرتاح ومعنياتكم مرتفعة، واحنا ضاي واجبنا مقدس، وقدام واجبنا وقدام امن بلادنا احنا ما نوخروش، دائما نقدم، وربي ان شاء الله يكون في عونكم وفي عوننا، وربي ان شاء الله يقدرنا على المجموعه هذه وعلى غيرها، وربي قدرنا على كل من يريد النيل من تونس ومن أمنها ومن استقرارها ومن مسيرتها وانتقالها الديمقراطي اللي قاعد تعيش فيه الأيام هذول. وينضم إلينا مباشرة من الجسرين موفد الأخبار وليد عبد الله. وليد، كيف هو الوضع الأمني في جبل الشعامبي وما آخر المستجدات إلى حد اللحظة؟
نعم مساء الخير عارم. الجديد اليوم في مرتفعات جبل الشعامبي هو منع كافة الإعلاميين مهما كانت وسائل الإعلام التي ينتمون إليها سواء كانت وطنية أو عالمية من الاقتراب، مش حتى الدخول، من الاقتراب إلى المنطقة العسكرية المغلقة في محمية جبل الشعامبي. وهذا ما يشير إلى أنه هناك يعني تغيير في طريقة التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية، وذلك بالتكتم والعمل في إطار السرية التامة. اليوم صباح اليوم كنا شاهدنا يعني مع كافة الزملاء هنا زيارة رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الدفاع والداخلية وأيضا قائد أركان الجيوش، وذلك لتفقد يعني الوحدات الأمنية والعسكرية العاملة هناك. ومفهوم يعني سبب الزيارة هو تقديم الدعم المعنوي يعني الجيش الوطني والفرق الأمنية التي تعمل على اكتساح هذه الغام وتفتيش وتمشيط المناطق الجبلية على تقريب مساحة 100 كيلومتر مربع في محمية جبل الشعامبي. يبدو أنه من خلال المعلومات التي رشحت إلينا مع خلال حديثنا مع بعض القيادات هناك أن هناك تنسيق أمني كبير بين تونس والجزائر فيما يتعلق بمحاصرة هذه المجموعات الإرهابية المتحصنة بمرتفعات جبل الشعامبي وخنقها شيئا فشيئا ومنعها من التزود المؤونة أو بما شابه ذلك حتى يعني يتم القبض عليها. للإشارة أن هناك ملاحظتين بعد مغادرة المرزوقي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد أركان الجيوش، يعني كنا اقتربنا من بوابة يعني مدخل بوابة محمية الشعامبي وتحدثنا مع بعض القيادات الأمنية هناك من الجيش والحرس الوطني، لاحظنا أن المعنويات مرتفعة وهناك عزم كبير على مواصلة يعني تتبع هذه المجموعات الإرهابية والقضاء عليها في أقرب الفرص. القياديين هناك الميدانيين حملون رسالة إلى المواطنين التونسيين من أجل صبرهم ودعمهم وأيضا مساندتهم بالمعلومات وما إلى ذلك، وبقطع كل السبل والطرق التي من شأنها أن تساعد الإرهابيين على مواصلة يعني زرع الألغام وتخريبهم للمنطقة أو تحركاتهم. قالوا أيضا أن يعني الجنود وأيضا من الجيش الوطني ومن الحرس العاملين هناك يكتبون تاريخ تونس بدمائهم، فرجاء صبرا وتفهما لإغلاق هذه المنطقة التي أصبحت كما قلت منطقة عسكرية يعني مغلقة. نعم. الإشارة أيضا كنا تجولنا أيضا في القصرين، المواطنون في القصرين يعيشون حياة عادية، هم يتابعون الأحداث ولكن يتساءلون. القصرين التي عانت يعني في العقود السابقة طيلة الحقبتين السابقتين 50 سنة من التهميش والفقر، ينضاف إليها الإرهاب، ويتساءل أهالي القصرين كيف سيأتي المستثمرون اليوم إلى هذه الجهة، وكيف يعني ستدعم يعني السياحة بهذه المنطقة، ويقولون أنهم أيضا يتفهمون ما يحدث وأنهم يعني ليست لهم علاقة يعني من حيث أنهم خائفون مما يحدث أو لا، ولكن يصرون على أن القصرين هي بأبنائها ورجالها وهي تدعم مجهودات الجيش الوطني، ولكن أيضا تطالب بعدم تهويل الأمور أو تهويلها من أجل أن يعود لهذه المنطقة حقها في التنمية وأيضا في العيش الكريم. نعم وليد عبد الله موفد الأخبار إلى القصرين، شكرا لك على كل هذه المعطيات الإضافية. وفي سياق متصل، 37 شخصا مورطون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أحداث جبل الشعامبي بولاية القصرين تم القبض عليهم، ذلك ما أعلنته وزارة الداخلية والدفاع الوطني في اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة. أحداث من ضمن مخطط إرهابي تعمل قوات الأمن والجيش الوطنيين على إحباطها عن طريق تكثيف عمليات التمشيط والملاحقة للفارين من الظالمين في الإعداد والمشاركة، وذلك بالتنسيق الأمني مع الجزائر. حسب التقارير الأولية تم إلقاء القبض على 37 شخصا، فيما يتحصن قرابة 35 آخرين بالفرار، 15 منهم بولاية الكاف على مستوى الحدود الجزائرية، وجميعهم عناصر يرجح انتماؤها إلى كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي. فما سؤال يتسائل يقول لك علاش انت تقعد معناها المده هذه كل وانت تتبع فيهم. احنا قمنا بايقافات كما تعرف الحرب على هالمجموعات هذه او متابعتها راهو ماهوش بالامر الهين كما يتخيلوا برشا عباد، راهو موجوده في تضاريس صعبه اللي هي جبل الشعامبي كما قال سيد العميد في المرات السابقه
معناها فيه تقريبا 100 كيلومتر مربع 70 كيلومتر مربع هي غابات ومناطق وعرة وعرة جدا وصعيبة ويسهل الاختفاء فيها. دونك هنا الوحدات الأمنية والعسكرية لا هي تتوغل ولا هي تمشي للمجموعات هذه. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نزل هذه الأحداث ضمن عمل قوات الأمن والجيش على إحباط مخطط إرهابي متربض حلقاته، دليله في ذلك أحداث بير علي بن خليفة والروحية. وأضاف أن وزارة الداخلية حريصة على تطبيق القانون. اللي موجودين في قمة الجبل هناك قيادات أمنية ميدانية تطبق القانون، وما عليها إلا أن تطبق القانون، وكل شخص يرفع السلاح في وجه القوات الأمن أو في وجه التوانسة يكافح باستعمال السلاح. وقدر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني أن الإصابات لن تثني الوحدات الأمنية والعسكرية وبحوزتها كافة الآليات والتجهيزات عن التصدي إلى كافة العناصر الإرهابية التي تهدد التراب التونسي والأمن العام لتونس. والمقصود هنا الإصابات الناجمة عن ألغام تقليدية الصنع وضعت بإحكام ودقة على حد تعبيره. أكدنا يوم أمس بأن هذه الألغام صنعت من مادة لامونيتر المداولة ويتم يعني استعمالها في الحقول الزراعية، بحيث شكلت صعوبة ما في كشفها بالأنياب أو بالتجهيزات المتواجدة اللي هي إلكترونية وتتعاطى أساساً مع الأجسام المعدنية. طبقا لكل الأعراف الدولية وفق الناطقين باسم وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لا يمكن الحديث عن تفاصيل العمليات الأمنية والعسكرية الجارية حفاظا على سريتها وضمانا لنجاحها. ودع الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اليوم جميع التونسيين إلى مؤازرة قوات الجيش والأمن والحرس الوطنيين القائمين على مواجهة الأخطار التي تحدق بالبلاد، في إشارة إلى أحداث شعامبي، منتقدا الأطراف التي تحاول المس من معنوياتهم. كان ذلك خلال ندوة صحفية كان الجانب الأمني من أبرز عناوينها. في حديثه عما يحدث في جبل شعامبي منذ أيام في مواجهة من سماهم بالخارجين عن القانون، اعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن من واجب التونسيين رفع معنويات قوات الجيش والأمن الوطنيين التي تعمل على تحقيق استقرار البلاد رغم النقائص على مستوى التجهيزات. صحيح أن هناك بعض النقائص على مستوى التجهيزات، ولكن هذا جزء من المشكل وليس كل المشكل. الحكومة يعني تفعل ما بوسعها، قد يبدو هذا غير كافي أحيانا، لذلك نحتاج إلى كل المجهودات من أجل تدعيم قدرات قواتنا الأمنية والعسكرية في مواجهة هذه الأخطار وفي مواجهة أي احتمالات أخطار أخرى. وانتقد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعض الأطراف السياسية التي قال إنها تحاول المس من معنويات قوات الجيش والأمن الوطنيين. من سوء الحظ بعض الأطراف السياسية انساقت في الفترة الأخيرة في مجهود يهدف إلى الإساءة لمعنويات الجيش الوطني ومعنويات القوات الأمنية، وهذا سيء جدا. نحن نحتاج إلى أن نثق في جيشنا الوطني، نحتاج إلى أن نثق في قواتنا على اختلاف انتماءاتها التنظيمية، سواء كانت أمن أم شرطة أم حرس وطني أم جيش وطني. وفي سياق أمني أيضا، اعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الخطر لا يأتي من الجماعات الإرهابية فقط، وإنما يأتي أيضا من جماعات التهريب والاحتكار والجريمة المنظمة. وتشهد منطقة جرن الحلفي بولاية الكاف حملات تمشيط لتعقب العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال، عمليات للمواطن دور هام في إنجاحها ومؤازرة المجهودات العسكرية والأمنية في تتبع من يهددون أمن البلاد. وسط تعزيزات أمنية وعسكرية تنفذ قوات الأمن والجيش الوطنيين حملات تمشيط واسعة نطاق في ولاية الكاف، وخاصة في منطقة جرن الحلفية، وذلك بهدف تتبع بعض العناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الجبلية هناك. قوات الأمن بحول الله نبقوا ديما قويين بتطبيق القانون، بتنفيذ التعليمات، بشوية ثانة يعني من المواطن ثان. الواحد كل قائمة بدورها على الوجه الأكمل، وإن شاء الله معناها المواطن، معناها المواطن هو اللي باش يعاوننا، معناها كيما نحن ناخذ مزاد المواطن معناها يعاوننا، خاصة معناها من سكان الأرياف والجبال، فهمتني؟ دور المواطن في هذه المناطق هام ومحوري من أجل مساعدة قوات الأمن والجيش في الكشف عن الخلايا الإرهابية المتحصنة بالجبال. لكن المواطن التونسي ما تقلقنيش، الحملات هذه بالعكس هذه حاجة في صالح الجميع، في صالح المواطنين، وحاجة باهية ياسر.
حملات تمشيط هامة ينتظر أن تتدعم خاصة في المناطق الحدودية النائية لتجنيب تونس شبحا أصبح مخيفا هو الإرهاب. وقد مثلت المسجدات الأخيرة على الحدود التونسية الجزائرية والعلاقات الاقتصادية محور المحادثات التي جمعت بالجزائر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بنظيره الجزائري. شكل الهاجس الأمني على الحدود بين البلدين وتزايد خطر الجماعات الإسلامية المسلحة محور المحادثات التي جمعت رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بنظيره الجزائري، مع تأكيد الطرفين على أهمية التنسيق الاستخباراتي في هذا الظرف بالذات. الشيء اللي وصلنا له هو أن أمن تونس من أمن الجزائر وأمن الجزائر من أمن تونس، والجزائر الحبيبة يعني لها تجربة رائدة في هذا المجال، بالطبع مرت بمحنة طويلة مدة 10 سنوات، وهي الجزائر يعني تحب تونس وهي مستعدة إلى دعمها في هذا المجال. وإلى جانب المسائل الأمنية، تناولت المحادثات الجزائرية التونسية السبل الكفيلة بترقية العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى سقف العلاقات السياسية، وهي الإرادة التي تعكسها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. هي زيارة مهمة لأنها زيارة أولى كذلك الوفد على أعلى مستوى للمجلس التأسيسي التونسي بعد ثورة تونس. الأهداف المتوخاة من هذه الزيارة متفق عليها من طرف الجانبين، موحدة كذلك من طرف الجانبين، تتمثل تقريبا في 3 نقاط. أولا التحديات التي تواجه البلدين وضرورة التصدي أو توحيد كل القوى للتصدي لها، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني أو على المستوى الاجتماعي. وبرأي المحللين السياسيين، فإن الظروف التي تمر بها المنطقة المغاربية وانعكاسات التدخل الفرنسي في منطقة الساحل تستدعي تنسيقا أكبر وتشاورا أوسع لمواجهة كل هذه التحديات. الزيارة تقرأ من زاويتين، الأولى هي هذا الدعم الجزائري للإخوة التونسيين في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة مع تنامي خطر الجماعات الإرهابية النشطة هذه الأيام على الشريط الحدودي. الأمر الثاني، هذه الزيارة تأتي في سياق زيارات أخرى لمسؤولين تونسيين للجزائر، وتؤكد هذا العمق التاريخي بين الشعب الجزائري والشعب التونسي الذي لم يتأثر على مر السنين. ومن المنتظر أن تتوسع لقاءات الوفد التونسي لتشمل المسؤولين في الغرفة العليا للبرلمان والخارجية. بعد زيارة وزير الخارجية ورئيس الحكومة للجزائر، تأتي زيارة رئيس المجلس التأسيسي لتؤكد أهمية التنسيق بين البلدين، خاصة في الظرف الحالي الذي يتسم بتنامي خطر جماعات الإرهابية في المنطقة ما يهدد استقرار البلدين. يوسف سليماني، قناة تونسية الأولى، الجزائر. أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون أن الاتحاد يدعم جهود تونس من أجل إنجاح مسارها الانتقالي، وأضاف عقب لقائه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الحكومة المؤقت علي العريض أن مجالات التعاون الثنائي يتصدرها المجال الأمني ودفع التنمية بمناطق الشمال الغربية، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي. وفي شأن متعلق بالاتحاد الأوروبي، أكد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري أن نجاح مرتبة الشريك المتقدم يتوقف على تيسير تنقل التونسيين في أوروبا. وصرح خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أنه يجب أن يتمتع التونسيون بحقوق التنقل والاستقرار في أوروبا على غرار الأوروبيين عندما يكونون في تونس. وأضاف الجزيري أن الهجرة الشرعية تعد الوسيلة الوحيدة للتصدي للهجرة السرية التي أفقدت تونس مئات الأرواح البشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحرس البحري بجربة جرجيس لم تحصي منذ قرابة سنة أي عملية للهجرة السرية. التعذيب متواصل داخل السجون التونسية وفي مراكز الإيقاف، هذا ما أكدته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب.
موافق للثامن من شهر ماي من كل سنة. كما طالبت المنظمة في وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بضرورة إصلاح المنظومات الأمنية والسجنية والتشريعية ومحاسبة الجلادين للحد من هذه الظاهرة. ثلاث حالات وفاة داخل السجون وصفت بالمسترابة ومن المحتمل أن تكون نتيجة للتعذيب الوحشي، هو العدد الذي رصدته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال السنة المنقضية. قابل الجبال واحد من هؤلاء، سنة مرت على وفاته والحقيقة لم تكشف بعد. قبلها متوفى تعرض للعنف داخل عوان السجون، داخل السجون وكسروا له فمه، بعد مدة صغيرة معنا تعهد يا سيد المدير نتاع السجن باش يداويه كل شيء، بعد مدة قصيرة علموني قالوا لي توفى. يتوفى قالوا له شنو الأسباب الوفاة؟ قالوا له تضرب بلام في يده. التعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف متواصل بالوسائل والأساليب ذاتها، هذا ما انتهت إليه المنظمة وما أكده عدد من الشهود. التعذيب الكبير تعرضت له في مكان الإيقاف في المنطقة بتاع الحرس بتاع سليانة. الضرب اللي تعرضت له على وذني اللي تنقبت فتقها والتوى معناها مازال موجود في صورتي، ثلاثة ضلعات مكسرين في جنبي. الأسباب تاع تواصل التعذيب في تونس هو أنه عدة إصلاحات طلبنا بها وما تمش. إصلاح القضاء ما تمش، إصلاح المنظومة الأمنية ما تمش، إصلاح المنظومة السجنية كذلك، تواصل الإفلات من العقاب. كان من المفروض خلال العامين هذول على الأقل أنه يتم النظر في موضوع الإيقاف، موضوع السجون. لا للتعذيب، مطلب نادى به أعضاء المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومن جاء لمساندتهم في وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية في تحرك آخر للتحسيس بخطورة الظاهرة. بند جديد في الدستور ينص على أن الدستور هو إعلان عام للحقوق والحريات ولا يمكن لأي قانون أن يخالفه. توافق بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني التي من المنتظر أن تستأنف حوارها يوم الجمعة للبحث في مسألة استتباب الأمنية وتفشي ظاهرة العنف على أن تقدم الحصيلة النهائية للحوار يوم الاثنين القادم. حقوق وحريات، التنصيص عليها بصفة صريحة لا لبس فيها وعلى القانون أن لا يمس من جوهرها. توافق هام بين الأحزاب في الحوار الوطني على عدم تقييدها في الدستور الجديد. مايا جريبي رئيسة جلسة الحوار الوطني قالت إن الاتفاقات حول الدستور مضمونة حتى في أكثر النقاط جدلا، فقط هي في حاجة للتدقيق. مشروع الدستور ينص على الحقوق والحريات في عديد الأبواب وخاصة في باب الحقوق والحريات، ولكن فما بعض الاستدراكات هنا وهناك اللي حقيقة تقلق وتخلي الإنسان يتساءل لماذا هذا الاستدراك. فحتى نطمئن جميعنا حطينا بند آخر هو كما قلت الدستور هو إعلان عام للحقوق والحريات ولا يمكن لأي قانون أن يخالفه. وحسمنا الجدل القائم حول موضوع الإضراب واتفقنا أنه يقع التنصيص على أن حق الإضراب مضمون فقط. حقوق وحريات بما فيها الحق في الإضراب، وهنا التقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني مع طرح الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص الحقوق النقبية. تقييد حق الإضراب ما يجيش في الدستور لأنه بالمجد فما ترتيب، لابد كل حاجة عندها ترتيب، هذا يجي في مدونة الشغل في مجلة الشغل وفي الترتيب ذات العلاقة. الحوار الوطني سيتوقف لمدة 3 أيام ليفسح المجال للجنة فنية ستدرس القانون الانتخابي بدقة للحسم فيه يوم الجمعة القادم، إلى جانب الحديث عن العنف وعن رابطات حماية الثورة من أجل تهيئة بيئة سليمة للانتخابات القادمة. مفهوم النظم الانتخابية وعملية اختيار النظام الانتخابي كان موضوع جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لخبراء ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية بتونس. في إطار استعدادها لمناقشة مشروع القانون الانتخابي، استمعت لجنة التشريع العام لخبراء في الأنظمة الانتخابية حول عملية اختيار النظام الانتخابي الملائم. كل الأنظمة الانتخابية ممكنة لتونس، ليس هناك نظام جيد ونظام سيء، الأمر يتحدد بالأهداف السياسية التي سيفرزها هذا النظام. المهم أن يقع توافق بين الأطراف السياسية والمجتمع المدني حول الهدف الذي يجب أن يحققه النظام الانتخابي.
اختيار النظام الانتخابي مسؤولية بالنظر إلى انعكاساته على نتائج الانتخابات لاحقا، ما يقتضي فهمه وهو أمر معقد كما يقدر البعض. أحبذ أن يكون الانتخاب على القوائم مع أكبر المتوسطات، تختلف اختلاف نسبي عن القوائم مع أكبر البواخي. هي مسألة بالفعل معقدة ومعقدة جدا، يدخل فيها الجانب الفني والتقني، الجانب الرياضي مع نسيج ماتيماتيك عند الاحتساب، كذلك يدخل فيها الجانب السياسي. تحديد النظام الانتخابي مسألة تناقش حاليا في الحوار الوطني، والإجماع شبه حاصل حول نظام التمثيلية النسبية. شبه إجماع في الساحة السياسية على أنه نظام النسبية يعتبر هو الأفضل واللي يتلائم أكثر مع الواقع السياسي التونسي، باعتبار أنه هذا النظام يسمح بتمثيل واسع لأغلب التيارات السياسية. حافظوا على التمثيل النسبي بأفضل البقايا اللي اعتمدناه في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، لكن بحد أدنى من الأصوات. ولم تتلقى لجنة التشريع العام حتى الآن أي مقترح أو مشروع للقانون الانتخابي، والمسألة تناقش حاليا بين رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل. تنفيذ البرنامج الخصوصي لسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية اقتضى التقدم بمشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلاحية الأراضي الفلاحية للمجلس الوطني التأسيسي للنظر فيها، وذلك داخل لجنة البنية الأساسية والبيئة. استدام مشروع بناء مساكن اجتماعية بقانون سنة 1995 تطلب تغيير القانون وتحويل صبغة تلك الأراضي بكل ما يمكن أن يحمله هذا التغيير من انزلاقات. كل إجراء استثنائي يرفع العراقيل ما نجمو كان ننسجمو معاه، أما طالبين بعض الضمانات، لأن الاستثناء باهي، أما الاستثناء لازم نحدوه ونفهموه. اليوم بعض النواب عبروا على تخوفاتهم أن الاستثناء يخلق شي إشكالات إضافية، وأنه في الجانب المعماري في الجانب البيئة هل أخذينا بعين الاعتبار كل الإشكالات هذه. نحب الاستثناء، نحب نرفع العراقيل، أما نحب الضمانات. إجراء تطلب الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة في المشروع كوزارة التجهيز ووزارة البيئة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة. نعرف أن قانون مالية التكميل سنة 2012 ضمن قائمة فيها 32 منطقة صناعية، أغلب المناطق هذوما جاءوا خارج أمثلة التاهية، هما داخلين ضمن المدخرات العقارية الصناعية لكن ما أمكنش تنفيذهم نظرا لوجودهم خارج المناطق المشمولة بأمثلة التاهية. من خلال القانون الاستثنائي هذا إن شاء الله حبينا نبسطوا الإجراءات باش يتم إنجاز مثال التاهية تفصيلي وتقسيم في نفس الوقت. أسئلة النواب تمحورت حول ما إذا كان المخزون العقاري المتوفر كملك خاص للدولة غير كافي ليتم اللجوء إلى هذا الإجراء. لكن الأمر يهم أساسا تحسين وتهيئة المساكن البدائية الموجودة في الملك الدولة الغابي، وهنا أشرنا إلى أن المسألة ستكون في كنف الاحترام الكامل لشروط مجلة الغابات. هو قانون استثنائي يمتد على سنتين ويتطلب عملية تقييم قبل المواصلة فيه. أعلن البيجي قائد السبسي خلال اجتماع تنسيقية الاتحاد من أجل تونس الذي انعقد اليوم بحضور الأحزاب المكونة للاتحاد عن انطلاق الاجتماعات الشهرية لأحزاب الاتحاد للبحث في القضايا التي تهم البلاد. أعلن رئيس حركة نداء تونس البيجي قايد السبسي عن الاتفاق حول عقد اجتماعات شهرية بين الأحزاب المكونة للاتحاد من أجل تونس لتدارس الأوضاع بالبلاد. وقع الاتفاق على أن هذا الاتحاد ستكون له هيكلة دائمة، ستجتمع الأمناء العامين للأحزاب الخمسة يعني في كل أسبوع يوميا في كل أسبوع، وأن الهيئة العليا هذه اللي متكونة من الأحزاب الخمسة ستجتمع مرة في الشهر، وستنظر في كل القضايا اللي تهم العمل المشترك من ناحية واللي تهم الوضع في تونس. الاجتماع كان مناسبة أيضا للبحث في آليات التنسيق بين الأحزاب المكونة للاتحاد ومجالا لتوضيح المواقف والتشاور في العديد من القضايا وتهيئة الأسباب الملائمة لجبهة انتخابية موحدة.
تداولنا في الوضع السياسي، شفنا المقاربات أين نتفق وأين فيه مزيد حاجة إلى مزيد النقاش. اتفقنا أنه التشاور والتوحيد المواقف يفترض منا الهيئة من الأمناء العامين تجتمع بصفة أسبوعية، وهذا يعتقد قرار هام جدا لأنه يمكن من التنسيق المستمر وبالتالي توحيد المواقف. اتحادنا لتونس نلعب دور كاملا في إنقاذ البلاد. اليوم النقطة الأساسية هي إنقاذ البلاد وإنقاذ أمن البلاد، واليوم المخاطر نتاع الإرهاب اللي قاعد استخفاف بها من أشهر وأشهر اليوم ظهرت، اليوم اللي هو ما يقعش تناولها بالطريقة السليمة. اليوم آن الأوان أن كل أفراد الشعب وكل الأطراف السياسية تقف مع بعضها لإنقاذ البلاد. كما أكد البيجي قايد السبسي أن الاتحاد من أجل تونس بخير، وسيبرز بداية من اليوم أمام الرأي العام في دوره الحقيقي. خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 15,000 فرصة، وإدماج شباب في الدورة الاقتصادية ببعث مشاريع صغرى ومندمجة هي أبرز الحلول التي يقدمها البنك التونسي للتضامن ضمن مشروع شراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، أهداف تم تقديمها ضمن ورشة تعرف بطرق توظيف التمويلات البنكية الإسلامية. 50 مليون دولار هي قيمة الاعتمادات الأولية المرصودة لبرنامج دعم تشغيل الشباب من طرف البنك الإسلامي للتنمية. البرنامج سينفذه البنك التونسي للتضامن لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمندمجة. هو منتوج يتميز على المنتوج التقليدي، اللي احنا ثم مخاطرة، ناخذ مخاطرة مع الشباب حتى يقدم على إنجاز المشاريع نتاعو، ونحاولوا ان ندفعوه باش يطور مشروعه ونحيتوه مع الهيكل المساند الكل فبني ويكون نجاح المشاريع نتاعو. منتوج جديد للبنك التونسي للتضامن من المنتظر ان يخلق اكثر من 20,000 موطن شغل ويوفر 15,000 فرصة شراكة تتوفر على تمويلات فردية قد يصل سقفها ل 10,000 دينار، كما يتضمن تمويلات تشاركية تضامنية. نقوم بمشاريع كبيرة قد تصل الى ما يعادل مليونين دينار، يساهم فيها مثلا 1000 شاب خريج في الزراعة، في تنمية مثلا قطاع الحليب، أشياء من هذا القبيل. يعني يكون المشروع كأنه مشروع كبير يساهم فيه كل هذا الشباب يعني، والبنك التونسي للتضامن يشارك معهم في هذا المشروع على أساس مشاركة متناقصة، سيخرج من هذه المشاركة بعد 3 سنين ويبقى المشروع مشروع الشباب. كلها معاملات، قلت لك معاملات حسب نوعية العملية، يا معقد سلام يا معقد مرابحة يا ما كل عقد ملتزمين بتنفيذها، لكن طريقة تنفيذها وأجل تنفيذها هو اللي نحب نتفاهموا فيه مع النقابات. وتؤكد النقابات حرصها على إنجاح السنة الدراسية ومراعاة مصلحة التلاميذ وهم يستعدون لخوض الامتحانات. وكالة الأنباء حرية الإعلام وأخلاقيات المهنة ومدى ارتباطها بالمضمون الإعلامي والممارسات المهنية عنوان ندوة نظمتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالتعاون مع مؤسسة كونراد إدناور. تدارس حرية الإعلام العمومي وبحث الجانب الأخلاقي للممارسات المهنية في ضوء التحولات السياسية في تونس نقاط أثثت محاور هذه الندوة. الإعلام العمومي هذايا أنه نضمن له وسائل الحياد والاستقلالية. عندما نتحدث عن استقلالية، الاستقلالية ممارسة. ما معنى هذا؟ يعني أنه تم مسافة من مختلف السلطات، من الحكومة، من الأحزاب السياسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، وكذلك من سلطة المال. تقديم مضمون إعلامي يتسم بالمصداقية والموضوعية والاستقلالية يقف على نفس المسافة من كافة الأطراف ويفسح المجال للرأي والرأي الآخر، هو ما تسعى إليه جلول الأجهزة الإعلامية في تونس. المهنة الصحفية عندها يعني مدونة سلوكها وعندها مبادئها، واليوم نعتبر أنه يجب الإقلاع عن الشكاوي أمام المحاكم. النزاعات الصحفية لازمناش نهزوها أمام المحاكم. أصحاب المؤسسات والهياكل الممثلة للصحفيين أضف إلى يعني مجتمع مدني، هذا الثالوث يعني هو الذي يشكل مجلس الصحافة، وهذا المجلس هو عبارة عن هيئة تحاول أن تحل المشاكل بين الصحفيين وبين الجمهور أو بين الصحفيين فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب المؤسسات.
حرية الإعلام وأخلاقية المهنة مفاهيم أساسية لتقديم مادة إعلامية محايدة، فلعل بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والإعلان قريبا عن مجلس الصحافة تتدعم أكثر هذه المفاهيم. في أخبارنا العربية والدولية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احتجاز 4 من جنود حفظ السلام الدوليين الذين يراقبون خط وقف إطلاق النار بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ودعا للإفراج الفوري عنهم. وكانت وحدة من المعارضة السورية المسلحة قالت إنها احتجزت جنودا لحفظ السلام حفاظا على سلامتهم. وفي تطور للمواقف بشأن الملف السوري، فرنسا وبريطانيا تنويان رفع الحظر على تسليح المعارضة السورية. وفي لقائه ببوتين قال كيري إن لهما مصالح مشتركة في سوريا. الخطوة الجديدة في التحالف الفرنسي البريطاني بشأن الملف السوري تمثلت في إعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية الحليفتين رفع الحظر على تسليح المعارضة السورية. هذا الإعلان جاء إثر دعوة توجهت بها كل من فرنسا وبريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل لإقناع حلفائهما برفع حظر تسليح المعارضة السورية. دبلوماسيا دائما، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة وروسيا لهما مصالح مشتركة في سوريا، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار التطرف على حد تعبيره. وفي بداية اجتماع في الكرملين قال كيري لبوتين إن جهود إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين في سوريا والتي أودت بحياة أكثر من 70,000 شخص هي من بين القضايا التي يمكن للبلدين العمل بشأنها. وكان الجانبان الروسي والأمريكي قد توصلا إلى حل سياسي للأزمة السورية سابقا، إلا أنهما اختلفا في طريقة التطبيق. استمرارا لجهودها الرامية لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي، استضافت العاصمة البريطانية مؤتمرا حول الصومال. المؤتمر والذي شهد مشاركة أكثر من 50 دولة ومنظمة من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، يهدف إلى توفير دعم دولي لبرنامج الحكومة الصومالية لإعادة إعمار هذا البلد الذي دمرته الحرب الأهلية. المؤتمر الذي يأتي بعد عام واحد على مؤتمر مماثل استضافته لندن على خلفية تدهور الأوضاع في الصومال إلى حد خطير نتيجة التطرف الديني والمجاعة والقرصنة، جذب إليه أنظار العالم نظرا إلى الظرفية التي يعقد فيها. أهم الأمور هي ترسيخ هياكل الدولة ومساعدتها في بناء مؤسسات قوية وإتاحة المجال للحكومة للتفاوض مع المسيطرين على مناطق البلاد المختلفة في الصومال بهدف تأسيس نظام للدولة. ويهدف المؤتمر إلى إعطاء دفعة تأييد لحكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود باعتباره أول رئيس منتخب في البلاد التي عانت ويلات 20 عاما من الحرب الأهلية، وذلك من خلال تقديم المزيد من المساعدات وفي الوقت نفسه التشاور مع حكومة مقديشو بشأن ما حققته وتسعى لتحقيقه من إصلاحات لأجهزتها الأمنية والمالية والقضائية، بالإضافة إلى مساعيها لتحقيق الاستقرار السياسي. وقد طالب الرئيس الصومالي المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم لحكومته لتتمكن من مواصلة مسيرتها في إعادة البناء. وكرر رئيس الوزراء البريطاني صدى هذه الدعوة بدعم الحكومة الديمقراطية القائمة في مقديشو، مشددا على أن توتر الوضع في الصومال ينعكس سلبا على الوضع العالمي. تعهدات بمساعدات سخية وجهود كبيرة يبذلها المجتمع الدولي من أجل الصومال، ولكن مما لا شك فيه أن مسؤولية النهوض بالبلاد تقع على عاتق الحكومة الصومالية بالدرجة الأولى، وأن أمامها طريقا طويلا وشاقا لتحقيق ذلك. باسل الجبوري، التلفزة الوطنية التونسية، لندن. في أخبار الرياضة، يلاقي النادي البنزرتي الإسماعيلي المصري ويباري نجم ساحلي شبيبة بجاية الجزائري، ويواجه النادي صفاقسي رينجرز النيجيري في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حسب ما أسفرت عنه عملية القرعة التي سحبت اليوم بالقاهرة. وستقام مباريات ذهاب في 17 أو 18 أو 19 من الشهر الحالي.
وفي البطولة الأرجنتينية لكرة القدم تغلب أرسنال على أولد بويز بهدفين دون مقابل في مباراة جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 12، وسجل بنيديتو الهدفين في الدقيقتين 7 و17. رياضة مشاهدينا الكرام، نختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تواصل عمليات التمشيط في جبل الشعابي وسط استنفار أمني، والمرزوق يؤكد أن تونس عصية على الإرهابيين. الإعلان عن القبض على 37 متورطا في أحداث الشعابي وتنسيق أمني مع الجزائر. توافق بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على أن الدستور هو إعلان عام للحقوق والحريات. نشكر حسن متابعتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.